بس يا أستاذ أنا ما عم باخذ من مصاريك الخاصة. اللي بعرفه إنه عدنان بيك تارك عندك مصاري. عدنان بيك مو تارك معي مصاري، أنا عم بعطيك لأنه الرجل فوق راسي وثقة وفي بيناتنا خبز وملح. بس يا أستاذ لو سمحت هي آخر دفعة. شو؟ ماشي مثل ما بدك. طيب شرف، تفضل. شكرا. اهلا وسهلا، شرفت. حبيبي مين هذا وشو قصته؟ هذا واحد بيشتغل عند عدنان بيك. قربي لهون، قربي قربي، كثير بعيده، كثير بعيده، كثير. واحد اثنين ثلاثة أربعة أسود، واحد اثنين ثلاثة ثلاثة فستقي. اسمعيني. بسم الله الرحمن الرحيم. بتحملي حالك وبتجي معي هلا وبتتنازلي يعني عن الشكوى اللي رافعتيها ضد نور؟ لا سيدي، ما بدي اتنازل عن الشكوى. بعدين انت شو دخلك؟ مالك على شو دخلني؟ وبدك تعملي اللي انا عم بقلك عليه ورجلك فوق راسك. هلا عم حاكيكي بالحسنى، شوي تاني رح يصير شيء ما رح يعجبك. كأنك عم بتهددني. فهمية مثل ما بدك. لا سكسكيوزمي، ما بدي افهمها مثل ما بدي، بدي اياك انت تفهمني اياها مشان ما افهمك غلط. انا وانت بنعرف انه نور ما سرقت، واساسا هي ما بتعملها. لا سيدي، سرقت المصاري ونص وثلاث ارباع، واذا كل هالقد خايف عليها اذا بدك ادفع المصاري وروح طالعة من الحبس. وقت المبلغ يا سيدي؟ قيمة المسروقات مليون ليرة، وأنا إلي معها 10 و300، يعني المجموع أشي لفة 11 مليون و300. أنا ما بدي أدفع وما معي أدفع، بس أنت رح تتنازلي عن الشكوى، وإلا وحياة عيونك حسابك رح يكون عسير. أيوة هلأ عم بتهددني، بس أنا ما بسمح لك تهددني هون بالبوتيك تبعي. وكلمة تانية، تطلع لبرا وإلا بطلب لك الشرطة، ولا أقول لك خير البر عاجله. هلبي هلب هلب. بسيطة نتواجه.